هذا ملتقى دولي اللي كيندرج ضمن واحد المؤتمر دولي اللي كيجول عبر العالم اللي بدا في دولة المكسيك دولة كولومبيا كانت عنده مرحلة أخرى في دولة تشيلي ولكن نظرا للظروف اللي كانت تعيشها الدولة تم الإلغاء ديال داك المرحلة وثم جات المرحلة ديال البرازيل هنا انتهت يعني الشق اللي كيعني أمريكا اللاتينية وهذا المؤتمر توجه لأوروبا وكان يعني الاتجاه ديالو في اتجاه البرتغال من بعد مدينة كاسيريس في إسبانيا وكمرحلة أخيرة والمرحلة الأهم هي مدينة تطوان اللي أولا هي ممثلة ديال القارة الإفريقية ديال المملكة المغربية وديال المدينة ديال تطوان على اعتبار أن المؤتمر اللي غادي يكون في تطوان غادي يتزامن مع نهار 20 في نوفمبر 2019 اللي هي الذكرى 30 لإحياء الذكرى ديال التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالأمم المتحدة. هذا المؤتمر كيكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أن المحتويات ديالو اللي غادي تكون اللي غادي يضمر من خلال هاد الدول السبعة غادي يتم التقديم ديالها كورقة عمل اللجنة الأممية لحقوق الطفل الأمم المتحدة من أجل تحيين هاد الاتفاقية الدولية والملائمة ديالها مع الظروف العامة اللي كيعيش العالم من بعد 30 سنة. أكيد أن الاتفاقية كانت طفرة مهمة في التاريخ ديال الحقوق ديال البشرية وديال الأطفال بشكل خاص ولكن طبعا راه هذه 30 سنة هذا جيل كامل وبالتالي احنا كفاعلين في ميدان الطفولة وملي كنتكلم على احنا بمعنى هو الجهة المنظمة اللي احنا مسمين هو المجلس المستقل لحماية الطفولة سي بي واللي هو مجلس اللي كيمكون من اكثر من 200 متخصص من اكثر من 25 دولة في العالم متخصصين في مجال الطفولة من جميع المناحي ديالها يعني النفسية التربوية وكل جهة كتصب في اتجاه ديال التخصص ديالها. اي حدث من هذا النوع هذا اكيد كتكون عنده انعكاسات ايجابية على المنطقة اللي كتحتضنها. غادي نبدا بالمناطق اللي غادي نبدا بالمناطق اللي احتضنت المؤتمر في امريكا اللاتينيه وغادي نقول لكم بان المنظمين استغلوا هذا الحدث اقصى استغلال باش يعرفوا بالمدن ديالهم بالدول ديالهم بالمجهود اللي كيتم القيام به بشكل يعني من طرف الدول كذلك من طرف المجتمع المدني وحنا في تطوان ما غنكونوش اقل منهم بل بالعكس انا كنعتبر بان انها مناسبه للمدينه ولا للمغرب كدوله اننا نعرفوا بعدا بالمجهود اللي كنقوموا به في هذا القطاع بالتطور اللي كنطمحوا له ولكن في نفس الوقت اهم حاجه هو التعريف بالدوله التعريف بالمدينه التعريف وفتح واحد الافاق اقتصاديه جديده لاننا حنا غادي نحتضنوا ناس من 11 دوله اغلبيتهم من امريكا اللاتينيه اللي كيجهلوا علينا تقريبا كل شيء كيسمعوا المغرب وكيتسالوا شنو هذا المغرب الوغ هذه مناسبة بالنسبة لنا اللي احنا كنعتبروا ان التعريف بالمغرب كدولة للتعريف بالمغرب سياحيا للتعريف بالمغرب ثقافيا واصلا احنا كنطمحوا انه في اعقاب هذا اللقاء هذا اننا نخلقوا واحد المجموعة ديال الصداقة المغربية الامريكية اللاتينية اللي ممكن تكون هي اللبنة الاولى باش نوسعوا علاقتنا مع هاد الشعوب اللي كنتقاطعوا معها في واحد المجموعة ديال المشاكل الاجتماعية وديال الاوضاع الاجتماعية ولكن كذلك كنتقاطعوا معها في واحد المجموعة ديال الامور الثقافية اللي ممكن اننا نستفدوا من بعضتنا. التجربة الامريكية اللاتينية ممتازة في الميدان ديال الطفولة اولا لانهم ناس عانوا كثير من المشاكل اللي كتعيشها الطفولة وبالتالي كلهم مجتمع المدني عندهم فاعل إلى أقصى الحدود لدرجة أنهم كاملين كيشتغلوا على موضوع الطفولة لأنهم واعيين به بأنه ماشي هو المستقبل إنما هو الحاضر وبالتالي كيقولوا جميع المشاكل اللي كنعيشوها حاليا ديال العنف وديال القتل وديال سوء المعاملة ديال الأطفال
الحل ديالو اننا نشتغلوا من الاساس اللي هو الطفوله، وبالتالي احنا كمغاربه هذه فرصه بالنسبه لنا. يمكن ما نكونوش واصلين للمستوى ديال العنف اللي كاين في امريكا اللاتينيه، ولكن الى عملنا من دابا الوقايه اللي خصها تكون، فاكيد اننا غادي نربحوا واحد المجموعه ديال المراحل في هذا الاتجاه هذا.